مشاهدينا اهلا بكم معنا وحلقه جديده من زينه بطعم البيوت واسره يوم الاربعاء مع حضراتكم على مدى ساعه ونص من الزمن مع فقرات مختلفه وزميلتي العزيزه عبير عبد الوهاب. اهلا بك يا عبير. اهلا بك يا نهله، برحب بيكي وبرحب بكل مشاهدينا. ان شاء الله يكون يوم مليان بالفرح والسعد والهنا والستر على كل مشاهدينا. ساعه ونص من الفقرات كالعاده بنبتدي مع نهله وزينه. تعالوا نشوف اولى فقراتنا هتكون عن ايه النهارده. هنتكلم عن اللغه العربيه، واللغه العربيه هي جزء من الهويه الوطنيه وجزء من الانتماء، هي الوعاء اللي بيحوي التراث، هي الوعاء اللي بيحوي الفكر الانساني، وكلنا عارفين اللغه العربيه هي لغه القران الكريم، وبالتالي هي محفوظه الى ان يرث الله الارض ومن عليها. ولكن ده مش معناه ان احنا نفرط فيها، احنا واجبنا الحفاظ عليها، واجبنا استعمالها، واجبنا ان احنا ما ننسقش. كنا زمان بنخاف على الفصحى من العاميه، الان اصبح الامر اكثر تطورا فاصبحنا نخشى على العاميه حتى نفسها من اللغات الاجنبيه اللي احنا لا نمانع ابدا في استخدامها، لان دي لابد ان نتعرف على اللغات الاخرى، ولكن على الا يؤثر ذلك على لغتنا العربيه الاساسيه اللي هي مكون اساسي في شخصيتنا. اهميه اللغه العربيه وكيفيه الحفاظ عليها هيكون محور حديثنا في فقرتنا الاولى ان شاء الله من زينه. جميل، حلو قوي. طيب اولى فقراتنا في طعم البيوت الحقيقه هنتكلم من خلاله عن موضوع اعتقد ان هو مهم جدا لناس كتير، لانه ما فيش حد ما بيمرش بضغوط نفسيه وتوترات وقلق وظروف صعبه، فكلنا بنمر بالحاجات دي. في ناس بتقدر ان هي تقاوم، وفي ناس بتخش في اطار الياس والاكتئاب. الاكتئاب هو موضوعنا النهارده، بس احنا عاده يعني كتير يا نهله لما اي حد فينا بيزهق او بيتضايق او بيبقى يعني في شويه حاجات كده مشاكل في الحياه، نبتدي نقول لنفسنا ايه، ما حدش قرب مني عشان انا مكتئبه، سيبوني في حالي انا مكتئبه. فاحنا كتير بنردد الكلمه دي على لساننا، نقول انا مكتئب انا مكتئبه. لا، احنا النهارده هنقول انه يعني مش سهل ان الواحد يقول ان انا مكتئب او مكتئبه، لانه الاكتئاب ده فعلا مرض نفسي، وبيبقى له درجات وبيبقى له شده وبيبقى له يعني علامات كده معينه، مش هي دي اللي احنا بنمر بيها لما بنمر بضائقه نفسيه او بنمر بتوترات وضغوطات نفسية. النهارده هنفرق بقى بين الاكتئاب كمرض وبين الشعور اللي احنا بيصيبنا كلنا، بشكل خاص السيدات لان هم اكثر عرضه الحقيقه للضغوط النفسيه والعصبيه. صحيح الرجاله عليهم ضغوطات طبعا اقتصاديه، لكن الستات برضو عليها حاجات كتيره قوي بتساهم في ان هي تستشعر بفكره ان انا مضغوطه، انا متضايقه، انا مكتئبه، انا عايزه اعيط. هنعرف التفاصيل دي كلها ان شاء الله من خلال فقرتنا. حلو، علشان فعلا الاكتئاب بقت كلمه شائعه، فمن غير تهويل ولا تهوين هنتكلم عنها النهارده معاكي. لكن إذا كنا بنتكلم عن الاكتئاب اللي ناتج عن الضغوط، فده هيكون محور حديثنا في فقرتنا الثانية في زينة النهاردة، لأن احنا كلنا بنعاني من ضغوط كبيرة جدا نتيجة للعمل بشكل كبير ومستمر، وأحيانا في ناس بتعمل صبح وليل، ده بيضغط جدا على الحياة الشخصية وبيضغط على أولوياتنا الأخرى، لأنه الأولويات بتختلف من شخص لآخر، مش كل شخص أولويته النجاح في العمل وفقط، هناك أولويات أخرى، هو إن أنا أبسط نفسي، إن أنا أعيش حياتي بشكل جميل، إن أنا يكون عندي يعني وقت جيد اللي هو كواليتي تايم بالانجليزي، وهنقولها بالعربي عشان نحافظ على اللغه العربيه، يعني وقت جيد وممتع لنفسي وللاخرين. فده مهم جدا بالنسبه لنا، ازاي نقدر نعمل التوازن ما بين ان احنا نقضي وقت سعيد وان احنا نحافظ على نفسنا وعلى صحتنا وعلى عائلتنا ونبسط نفسنا، وبين ان احنا نروح الشغل ونعمل اللي علينا ونجتهد علشان حياتنا تبقى افضل. ده هيكون محور حديثنا في فقرتنا الثانيه ان شاء الله. جميل، واستكمالا بقى للكلام الجميل اللي نهله هتكلمكم عنه ده، احنا كمان في طعم البيوت في الفقرة الثانية هنتكلم عن لغات الحب الخمسة. الحقيقة انه في عام 1992 في كاتب امريكي ومستشار اسري او نفسي قرر ان هو يكتب كتاب بعنوان لغات الحب الخمس، والكتاب ده لغاية النهاردة بيساعد ناس كتيرة جدا، وبشكل خاص الازواج، يعني لانه فعلا احنا محتاجين انه الحياة الزوجية يكون فيها مشاعر طيبة ومشاعر جميلة. هو يمكن احنا هنتكلم بشكل اوسع خاصة فيما يتعلق بالعلاقات الإنسانية، يعني الناس إزاي يبقى في بينها مودة كده وفي بينها مشاعر طيبة وجميلة، ولكن هنركز أكتر على الأزواج، إزاي فعلا نعبر عن بعض عن حبنا لبعضنا، وهل هو يعني شكل معين من التعبير ولا هو لا ليه أشكال مختلفة. ممكن أنا أبقى ليا مزاج إن حد يعبر لي عن حبه بشكل ما، ونهلة لا مش ده الطريقة اللي تعبر بيها عن حبك ليا أو حبك ليا. هنشوف النهاردة إزاي نفرق ما بين
بين الأشخاص في طرق التعبير عن الحب، وكمان مهم جدا أنه الموضوع ده يبقى أخذ وعطى، يعني ما ينفعش حد يعبر والشخص التاني يتلقى فقط، لازم هو زي ما بيعبر له عن حبه هو كمان يتلقى من الشخص المعبر ده يعني شكل مختلف برضو من التعبير عن الحب، ممكن بقى بكلمة، ممكن بهدية، ممكن بطبطبة، بحاجات كتيرة قوي هنتكلم عنها النهاردة إن شاء الله في فقرتنا التانية. دي فقراتنا إن شاء الله تستمتعوا بيها وتستفيدوا من خلالها. هناخد فاصل وهنرجع بعد الفاصل عشان نبتدي مع نهلة وزينة. خليكم معنا. مشاهدينا اهلا بيكم، وفقرتنا الاولى في زينة النهارده واللي هنتكلم من خلالها عن اللغه العربيه كجزء من مكون الشخصيه المصريه والعربيه، كجزء من اصالتنا وانتمائنا لهذا الوطن. لو احنا تخلينا عن لغتنا العربيه ده بيترك نوع من الخلاء او الفراغ اللي بيسمح بدخول الغزو الثقافي، والحقيقه انه الغزو الثقافي ده معلم وملامح واضحه في كل يوم، احنا ما بنتكلمش عن حاجه متخيله، لان احنا لو بصينا حوالينا على اسماء المحلات التجاريه المحيطة بينا، لو بصينا على نفسنا وطريقة كلامنا، لو بصينا على تعليقات ولادنا على فيسبوك وطريقة كتابتهم بطريقة الفرانكو أراب، هنحس إن إحنا فعلا بعيدنا قوي عن لغتنا العربية الأصيلة. كثير من ولادنا ما بيعرفش كثير من المعاني اللي كنا بنستخدمها زمان، وبيستغرب منها جدا وبيعتبر إنها حاجات وكأنها ألفاظ أجنبية، وده مش مظبوط أبدا مع دولة دينها الإسلام وبتعتبر إن القرآن الكريم ده هو منهجها في الحياة. إزاي نحافظ على القرآن الكريم وعلى اللغة العربية طبعا اللي هي أساس القرآن الكريم، وبالتالي نحافظ على مكوننا وعلى شخصيتنا، ويعني نتعامل مع الغرب مع احترام عاداتنا وتقاليدنا وتراثنا. ده هيكون عنوان فقرتنا النهاردة اللي بيساعدنا من خلالها ان احنا نستضيف دكتورة هدية الله مدحت، دكتورة الآداب قسم اللغة العربية بجامعة المنصورة. اهلا بحضرتك معنا يا فندم. اهلا بحضرتك دكتورة هدية، يعني اسم جميل مبدئيا. الله يخليك. حلو قوي، ويعني له علاقة باللغة العربية اللي احنا بنتكلم عنها النهاردة، لانه كده يعني يحمل تشكيل هدية الله. مركب كمان. ولازم تقوليه بهذا التشكيل عشان يدي السجع الحلو بتاعه ده او النبرة الحلوة. بداية يعني أهمية اللغة العربية كجزء من المكون المصري والشخصية المصرية. طبعا في البداية اللغة العربية يعني هي المكون الأساسي للمجتمع المصري، وهي الطريقة اللي احنا المفروض بنتعامل بيها أو بنستخدمها كلغة حوار. ولكن مؤخرا ظهر فكرة ان انا ايه يعني ابتدي ادخل مصطلحات أجنبية مثلا في الحوار أو في لغة الكلام، وبالتالي ده ايه الشباب حسوا ان هو يعني بيدي نوع من ايه التميز كده أو الاختلاف عن مثلا أبهاتهم أو عن ايه الجيل القديم اللي هم بيعتقدوا ان هم ايه بقى يعني الجيل بقى اللي طالع بعده، او اللي هو الجيل بقى اللي زي ما بنقول كده بلغه دلوقتي اللي هو الروش يعني. فيبتدي بقى ايه اللي هو يحس ان لا اصبح الكلام مختلف، اصبحت طريقه التعامل مختلفه، فيحس ان هو ايه يعني بقى مختلف شويه عن مثلا اهله او عائلته، فبالتالي ايه يعجبه الموضوع، فابتدى الموضوع معانا يزيد لحد مثلا ما اصبح عندنا دلوقتي استخدام المصطلحات الاجنبيه في الكلام. وبعد كده تطورت بقى الايه للغه الفرانكو، والفرانكو قرب اللي بقينا نشوفه دلوقتي بيتعامل بيه الشباب بينهم وبين بعضهم في الشات، المراهقين حتى بيتعاملوا بيه يعني. واصبح اللي بيستخدم هذه اللغه او اللي بيتكلم باللغه دي هو اكتر ايه بقى يعني 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 تحضر كده وتميز بينه وبين اصحابه، وبالتالي اللي بيتكلم مثلا بلغه ما فيش باللغه العربيه بتاعتنا مثلا من غير ما يكون يعني مدخل فيها الفاظ او مصطلحات اجنبيه او مثلا بطريقه كتابه حتى يعني اللي هي الفرانكو، يبتدي ان هو ايه لا يعني انت مش انت ليه مش زينا، او ليه مثلا ما انتش ايه بتكتب زينا او بتتكلم او بتقول زينا يعني. طيب هل يعني تراجع اللغه العربيه ده ممكن يؤثر على يعني مكون الشخصيه المصريه على الهويه المصريه؟ طبيعي طبعا ان تراجع اللغه العربيه طبعا يؤثر على الهويه المصريه، لان تراجع اللغه العربيه يعمل يعني يؤدي معانا الى ايه الى اغتراب اللغه العربيه، والاغتراب اللغه العربيه يؤدي الى ايه يؤدي الى اغتراب الناس في المجتمع بينها وبين بعضها، لان يعني المفروض ان التعامل بتاعنا
بتاعنا او طريقتنا في الكلام هي باللغه العربيه. وحضرتك مثلا يعني المجتمعات الغربيه او الاجنبيه بنلاحظ او بنشوف فيها ان كل واحد بيعتز بلغته جدا. يعني مثلا في بعض الناس تقول يعني اللي بتنزل مثلا دول زي فرنسا او المانيا لو مثلا كلمته بلغه غير اللغه بتاعته، يعني مثلا لو كلمته حتى بلغه انجليزيه هو مش هيرد عليك، لان هو ايه عنده اعتزاز او تمسك بلغته وهو معتز بيها يعني بالفاظها وما الى ذلك. فالمفروض ان احنا يكون عندنا كده برضو، يعني تبقى لغتنا العربيه يعني نعتز بيها وان احنا نحاول ان احنا نتكلم بيها، لان هي المعبر الاساسي عن الهويه المصريه والشخصيه المصريه. وبالتالي يعني لو انا مثلا اتكلمت كلام يعني نصه مثلا عربي ونصه لغه ثانيه او بطريقه ثانيه يبقى يصبح كده في حاجه مش مظبوطه، يعني تحس ان ايه يعني في يعني عدم ايه يعني عدم اتزان في الشخص او في طريقه الكلام او الاسلوب. ولكن احنا دلوقتي الشباب وبينهم وبين بعضهم اصبحوا شايفين ان دي هي الحاجه اللي هي ايه يعني بتخليهم يعني يكونوا اكتر بقى ايه متميزين وجاهه اجتماعيه. وجاهه ايوه بالظبط، اللي وجاهه استخدامها معناها ان انا يعني مدرستي فيها بدرس أيوة. لغات اجنبيه فانا متميز اجتماعيا من طبقه عليا فده بيميزني يعني. دي مشكله كبيره جدا، لان هي اما اعتبرها نوع من انواع الواجهه وفي كمان اسباب اخرى لتركها اللغه العربيه. في رايك يعني هل اللغه العربيه صعبه؟ هل هي يعني مصطلحاتها وقواعد النحو فيها صعبه بحيث ان الناس ممكن تنصرف عنها لصالح لغات اخرى اسهل؟ لا انا مش شايفه كده، ولكن احنا بقينا بنشوف التصور العام للناس عن اللغه العربيه مثلا في بعض يعني برامج اللي هي الافلام او مثلا المسلسلات، ان الشخص اللي بيتكلم لغه عربيه او اللي هو المدرس مثلا اللغة العربية نظهره بمظهر فيه شيء من ايه يعني اللي هو يعني الغرابة شوية فيبتدي الناس تحس ان هو ايه ابتدت ان هي تنفر من شكل اللغة العربية او الحديث باللغة العربية. ولكن اللغة العربية لو جينا نبص هنلاقيها هي اكيد كل لغة فيها صعوبات، ولكن انت لما تبتدي يعني تتعامل معاها هتلاقي ان هي سهلة جدا. اللي مثلا يعني لو في شخص مثلا يعني او الشباب مع اتجاههم لدراسة اللغة الانجليزية او الحديث باللغة الانجليزية او اللغات الاخرى، اكيد اللغة ما بتكونش بالسهولة ان انت بتلاقيها يعني منفتحه قدامك، اكيد بتضطر تتعلم لغه وقواعد وما الى ذلك. فاذا لغتنا العربيه لا تختلف عن اللغات الاخرى، فانت يعني هتستخدم القواعد او يعني هتقرا بيها او يعني اللغه العربيه هتكون معاك سهله وهتقدر ان انت تطوعها مع استخدامك لو انت قررت ان انت ايه يعني تتبحر شويه او تبص شويه فيها. يعني مثلا اقول لحضرتك يعني وده كمان سهل يعني بالنسبه لنا ليه؟ لان احنا في الاساس بنتكلم لغه عربيه، بالتالي لو انت حاولت تبص على قواعد اللغه او النحو هتلاقيها ابسط، وهتلاقي ان الدنيا معاك اختلفت لو فهمت حتى بعض الالفاظ والمفردات اللي الناس بتظن ان هي صعبه. فبالتالي يعني يقول لك لا يعني بص مثلا لو هبص على قصيده شعريه مثلا فاقول لك لا بص الفاظها عامله ازاي، ده تقيله ده مكلكعه انا مش فاهمها. ولكن انت لو بس يعني فهمت بعض المفردات هتلاقي ان المعنى العام بيوصل لك وهتحس بمتعه وانت بتتذوق او بتقرا القصيده او مثلا ايه الحاجات الخاصه بتراثنا العربي او بادبنا العربي. وحتى يعني حتى لا يتوقفوا فقط على فكره التراث والمعلقات والقصائد الصعبه، احنا لو مشينا عبر الزمن على القواعد الشعريه الثانيه او النصوص الشعريه اللي بنشوفها بنلاقي اكثر بساطه وسهوله. ايوه وايضا كمان يعني اعتقد اللي عنده حصيله لغويه من هو صغير كبيره ده هيمكنه من هو يتعلم اي لغه ثانيه. بالظبط. عشان كده بنلاقي مثلا زمان لما كانت الكتاتيب منتشره كان الناس دي بتطلع متمكنه جدا من قواعد اللغه العربيه لانهم حفظوا القران الكريم وبيستطيعوا بقى تعلم اللغات الاخرى بشكل اكثر سهوله. فهل اختفاء الكتاتيب، هل اختفاء جزئيه حفظ القران الكريم من الصغر، هل انتشار دلوقتي فكره ان الولاد ما يكتبوش من بدري وما يكلموش ما يبقاش عندهم كلمات كثيره من بدري، دي ممكن تكون اثرت على الشخصيه المصريه، الهويه، احساسنا بانتماء للغتنا وفخرنا بيها؟ ايوه طبعا اثرت بشكل كبير، لان القارئ للقران او اللي بيحفظ الكتاب في القران من صغره بيبتدي يحصل عنده ايه مخارج الحروف عنده بتتظبط، قراءته بتتحول للقراءه الصحيحه. فانت النهارده مثلا بتيجي تشوفي الاطفال الصغيرين او حتى الشباب اللي في الجامعه بيجي يقرا معانا مثلا او يجي يكتب، تحس ان مش تحس بتلاقي فيه اخطاء كتير في كلامه، اخطاء لغويه، اخطاء حتى في التشكيل او في الكلمات. فطبعا الكتاتيب او اختفاء الكتاتيب اثر بشكل
بشكل كبير على اللسان وعلى طريقة الكلام باللغة العربية. وطبعا مش بس الكتاتيب، يعني كمان اللي هي فكرة الكتابة اللي حضرتك تناولتيها وقلتيها، فكرة الكتابة يعني هي برضو كنوع من أنواع اللي هو التحفيز، أو اللي هي بتثبت في عقل الطفل في سن الصغر البعض إيه النطق الصحيح لمخارج الحروف وللألفاظ زي الفتح أو الكسر أو الضم. ولكن التأخر في تناول هذه الأشياء مع طبعا تراجع دور اللغة العربية اللي احنا بنلاقيه في مثلا يعني دلوقتي في الإعلام والسوشيال ميديا، أصبحت يعني نادر قوي إن احنا نلاقي حاجة بتتكلم باللغة العربية، فأصبحت إيه يعني فبقوا الولاد أو الشباب عندنا خلاص هو يعني نشأ وكبر على أيوه على إنها صعبة، حتى تيجي مثلا تقول له ابن انطق مثلا بطريقة صح وكده، يا ستي خلاص بقى مش مشكلة. فأصبح إيه بقى إن يعني هو خلاص هو لسانه تعود على النطق بهذا الشكل، وأصبح بقى ما عادش عنده القدرة على إن هو إيه يعني يضغط على نفسه أو يتعلم أو مثلا يطلع الكلام أو يقوله بطريقة صحيحة. طبعا ده شيء مهم جدا ان احنا نتكلم كمان عن دور المدرسه ودور الاسره ودور الاعلام في الحفاظ على اللغه العربيه، بس اسمح لنا نطلع لفاصل قصير ونرجع بعده نواصل حديثنا عن اللغه العربيه واهميتها. مبادرة جميلة، مبادرة تتكلم عربي. حقيقة أن الشعب المصري بالذات هو شعب بيحافظ على لغته وعلى عاداته وتقاليده، يعني جالنا كل أنواع الاستعمار الفرنسي والإنجليزي ولم تؤثر كل هذه الأنواع على هويتنا وعلى حديثنا العربي، بعكس دول أخرى شقيقة أثر فيها الاستعمار تأثير كبير. ده هيخلينا نرجع لحضرتك تاني ونتكلم عن المبادرة الجميلة دي تتكلم عربي. الناس كتيرة بكل أسف دراستها كلها كانت باللغة الإنجليزية، وبعض الشهادات الانترناشونال او الدوليه بتلغي العربي تماما، او يعني يكاد يكون الولاد ما بيدرسوش العربي ولا تربيه دينيه، وده بيأثر جدا عليهم بعد كده في استعمال اللغه العربيه. رايك في التدريس بهذا الشكل، وهل احنا لابد ان احنا نغير قواعد اللعبه شويه كمصريين فيما يتعلق بمناهجنا؟ طبعا يعني الفكره ان الطالب يدرس طول مراحل او دراسته في الابتدائي او المرحله المتوسطه او الثانويه وحتى الجامعه دراسه باللغه الاجنبيه من غير التطرق او ان هو يعني يكون في اي وجود للغه العربيه، ده بيأثر بشكل كبير جدا، لان الطالب بيخرج يعني او بيتخرج عندي بيلاقي نفسه منفصل تماما عن الواقع اللي هو يبتدي يتعامل او يتعايش معاه، خاصه وان احنا يعني في دوله عربيه اللي هي دولتنا مصر، فبالتالي لازم يكون عندك قدر ولو بسيط من اللغه العربيه، من طريقه الكلام والحوار باللغه العربيه، التعاملات حتى يعني حتى لو انت بتتكلم بالانجليزي مثلا او باي لغه تانية، وحتى لو بتتعامل بيها في الشغل، بيبتدي يحصل بينه زي انفصال كده بينه وبين ايه الواقع اللي هو بيخرج يلاقي نفسه فيه. طبعا وده يعني بسبب ايه يعني ان انا يعني غربت وجود اللغه العربيه، او ان انا ما استخدمتهاش، او ما كانش ليها وجود في مراحل الدراسه المختلفه. وكتير من الناس بتظن ان يعني ان اولادي طلعوا ما تعلموش اللغه العربيه او ما خدوهاش في اي سنه من السنين دي حاجه مش هتفرق ولا تاثر، ولكنها حاجه بتفرق يعني لما الطالب او الشاب يبتدي بقى يعني يتخرج ويقابل او يخرج للواقع ويشوف بقى ايه المجتمع حواليه عامل ازاي. وطبعا ده بيؤدي عندنا كمان لايه لحته يعني زي ايه اللي هو انفصال كده شعوري ووجداني عن المجتمع اللي هو فيه، فيحس ان هو مش قادر ينتمي ليه، لان هو مش قادر ان هو يكون زيهم او بيتكلم زي الناس اللي حواليه او لسانه فصيح زيهم. وده بيعمل عندنا بعض المشاكل بقى بعد كده في ايه في تواصله في تعاملاته، حتى بيبتدي ان هو يحس ان هو يعني مش منتمي لهذا المكان، وبالتالي يعني حتى يصل بينا لمصطلح الهوية، أو لإيه إن هو أصبح في عنده اغتراب في الهوية، ما عادش حاسس بالهوية المصرية أو بالهوية العربية اللي هي منتمية لإيه للعالمنا العربي أو لوجودنا المصري أو لعالمنا العربي. وبالتالي نقدر نعتبر إن اتكلم عربي دي يعني مبادرة مش بس للخارج والأبنائنا في الخارج، ولكن أيضا مبادرة للداخل، يعني حتى في الداخل يتكلموا عربي، استخدموا اللغة العربية لو عايز تطلع مذيع، لو عايز تطلع ممثل، كل الحاجات اللي انت عاوز تشتغل بيها هو تعمل اتصال مباشر مع الناس، لو عايز تتكلم مع ابناء شعبك، تحافظ على قرآنك، تحافظ على بلدك، العربي اساسي جدا في حياتنا. انا بشكر وجود حضرتك معنا، شكرا جزيلا. شكرا دكتورة هدية الله مدحت، الدكتورة في الاداب في اللغة العربية جامعة المنصورة، شكرا جزيلا لحضرتك. تشرفت بحضرتك. لسه فقراتنا متواصلة مع حضراتكم، وبعد الفاصل هنتكلم عن اهمية التوازن بين الحياة الخاصة والشخصية وبين العمل على اهميته مع الضغوط الاقتصادية في هذه المرحلة بعد الفاصل.